صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبك الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع الجميل. إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميل، أسبوع إيجابي، أسبوع نخدم فيه هذا الوطن المعطاء بكل حب وبكل حماس لخدمة هذا الوطن المعطاء، بلدنا الإمارات. ونحن نتواصل معكم من دبي تحديدا ومن خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. برامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي لتنقل لكم آخر أخبار هيئة الصحة، سواء كانت أخبار طبية، خدمات جديدة توسع في بعض الخدمات الموجودة، بالإضافة لاستقبال الضيوف المميزين اللي يناقشون مواضيع اللي تهمكم، مواضيع قد تكون حديث الساعة، مواضيع تهم الجمهور، مواضيع حسب ما يجري في العالم، وأكيد يناقشون الخدمات اللي موجودة في هيئة الصحة بدبي، والخدمات موجهة لكم أنتم كمتعاملين. عشان كذا دائما نقول تواصلوا معنا سواء عن طريق البرنامج على أرقام التواصل 600-551-414 أو الرسائل النصية على 4006. طرشونا اقتراحاتكم ملاحظاتكم في خدمة معينة حابين نقدمها، في خدمة حابين نتوسع فيها، موضوع معين حابين نحن نطرحه لكم عن طريق برنامجكم برنامج صحة وسعادة، فتواصلوا معنا عن طريق هذه الأرقام. مثل ما تعودنا دائما برنامج صحة وسعادة يكون فيه فقرات متنوعة، دائما الفقرة الأولى تكون آخر الأخبار أو الدراسات العالمية، بعدين يكون عندنا فقرة السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي مع الزميلة أسماء، وفقرة التغذية فقرة ثابتة كل أسبوع، واليوم بتكون عن أمراض الغدة الدرقية، وفي الفقرة الأخيرة سوف نتكلم عن خدمات الصحة العامة. نبدأ أول شيء بالخبر، خبر أتوقع أنه يهم وايد من الناس، ليتكلم عن الصداع النصفي. شو يقول الخبر؟ يقول علاقة الجينات بالصداع النصفي. يعاني أكثر من 1 مليار شخص على مستوى العالم من الصداع النصفي، وأنا من ضمن هالمليار اللي هم حاسبينهم الحين. ورغم شيوع هذه الحالة إلا أن العلماء لا يفهمون بعد الآلية الكاملة لكيفية إصابة الناس بها، ويعتقد أن صداع النصفي هو اضطراب وعائي عصبي، يعني وعائي يعني له علاقة بالأوعية الدموية الموجودة في الدماغ. فهو يتوقعون أنه اضطراب وعائي عصبي داخل الدماغ والأوعية الدموية في الرأس، وأظهرت الأبحاث السابقة أن العوامل الوراثية تساهم بشكل كبير في خطر الإصابة بالصداع النصفي. وعشان شي نلاقي صداع النصفي مثل ما يقولون يمشي في العوائل، يعني تلاقون الأم عندها، اليد عندها، الطفل الصغير ممكن يكون عنده. فواحد من الأشياء دائما نسألها لو أي حد عنده صداع نصفي، هل هناك تاريخ مرضي للصداع النصفي؟ فالحين ها موضوع أنه يسري في العوائل تم مناقشته منذ فترة طويلة. إذا كان النوعان الرئيسيان من صداع النصفي اللي هو صداع النصفي المصحوب بهالة وصداع النصفي بدون هالة، بشرح لكم إياه عقب، يتشاركان في نفس الخلفية الجينية. تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة نيتشر جينيتكس إلى وجود 123 منطقة جينية مرتبطة بخطر الإصابة بالصداع النصفي، ويمكن استهداف بعضها بالعقاقير. قالت رئيسة الفريق الذي قام بدراسة هايدي هاوتكانغاس، أتمنى قلت اسمها صح، توفر دراستنا أول فرصة ذات مغزى لتقييم المكونات الجينية المشتركة المسببة للصداع النصفي. مثل ما قلت أنا خلال الدراسة اللي هو نوعين الصداع النصفي، صداع النصفي بهالة وصداع النصفي دون هالة، أو نسميه بالإنجليزي with aura أو without aura. شو يعني؟ يعني في بعض الناس يجيهم صداع نصفي فقط صداع ما في معاه أي عوامل أو أي أعراض مصاحبة له، ولكن هناك نوع ثاني من الناس، وأنا من هالناس، إلا لما يجيهم صداع نصفي يكون معه حساسية في البصر، معناه ما رم نتحمل الليت، حساسية حتى في الأنف، ما رم نشم أي نوع من أنواع الروائح، يكون معها لوعة، يكون معها زغللة ممكن في العين. حتى في بعض الناس مع صداع النصفي قد يجيهم يخف السمع عندهم شوية، ومرت علي حالة من الحالات مريضة كانت جايتني العيادة مع نوبة الصداع النصفي من كثر ما هي شديدة، كان شويها فقدان ذاكرة جزئي من كثر ما صداع النصفي كان عندها شديد. هاي واحدة من الحالات النادرة، ما مرت علي شخص ثاني شراتها، لدرجة ان هي كانت تشتغل سكرتيرة
فتقول دكتورة عشان لما يجي صداع كان يجي بشكل متكرر، فتقول عشان ما أنسى أنا دائما ماسكة ورقة وقلم، لأن عادي رئيسي يطلب مني شيء معين تجي نوبة صداع أنسى تماما شو طلب من عندي، هي فقدان ذاكرة جزئي. فتقول دائما أكتب عشان لو جتني نوبة صداع النصفي ما أنسى شو اللي طلبه من عندي، أطرش إيميل أو أني أبعث له بورقة أو مستند أو غير هذا. فنشوف ان الصداع النصفي لها درجات مختلفة، وطبعا هناك عيادات للصداع موجودة في هيئة الصحة بدبي. دائما ننصح الناس اللي يعانون من الصداع ايا كان نوع الصداع، طالما الصداع متكرر يتكرر عندكم كل شهر كل اسبوع نصفي كان، او صداع التوتر اللي يكون لو يمسك اليبهة كامل، ايا كان نوع الصداع طالما هو متكرر دائما افضل نحصل على تشخيص صحيح للصداع. صحيح ان معظم الحالات راح يكون العلاج مثل ما نعرف علاجات الالم العاديه، لكن بعض الحالات قد تستوجب ابر معينه ادويه متخصصه اكثر. فاذا عندكم انتم صداع، ونرد نقول ما في شيء اسمه عادي كل الناس عندها صداع، نعم صداع بين فتره وفتره، يعني انت مو براقد عدل، توتر في العمل بين فتره وفتره، لكن الصداع المتكرر او صداع اللي يستمر كم من يوم، توجه لطبيب الاسره يسوي تقييم للحاله عندك، يشوف قد يكون عندك ارتفاع في ضغط الدم، قد يكون عندك امراض اخرى، ويحولك على عياده الصداع عشان يشوفك طبيب الامراض العصبيه ويحدد لك هل هو صداع عادي وتاخذ ادويه عاديه او تحتاج تدخل اكثر. احنا ما راح نطول ان شاء الله على فقره السوشيال ميديا، معنا طبعا اسماء الجناحي وهي مسؤولة منصات التواصل في هيئة الصحة بدبي، بتخبرنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي، ونقول لسنين اللي يحبونا كل سنين. حياك الله يا أسماء. الله يحييك. دكتورة بس نأكد على أو نذكر بالخدمات الخاصة بالتطعيم واللي توفرها هيئة الصحة، من ضمنها أن هي بدأت الأسبوع الماضي تطعيم الأطفال من 5 إلى 11 سنة، المراكز جميعها موجودة في التطبيق اللي يقدرون يحجزون فيها المواعيد. دائما ننصح الأشخاص أن يجون من خلال حجز موعد مسبق، وهذا لضمان حصولهم على الخدمة وسرعة الخدمة وسرعة وصولهم في الوقت المحدد. هذه بالنسبة للتطعيم. كيف ممكن يحجزون تطعيم الأطفال؟ عندنا طريقتين، واحدة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App، الطريقة الثانية اللي هي من خلال خدمة الواتساب. مجرد ما يحفظون رقم 8342 في قائمة الاتصال، بعدين يروحون يكتبون كلمة هاي في دردشة، وراح تطلع لهم مو بس خدمات المخصصة لتطعيم الأطفال أو المواعيد، أيضا جميع الخدمات اللي توفرها هيئة الصحة من خلال تطبيق واتساب، في أكثر من خدمة. أيضا من ضمن الأشياء نحن نحرص عليها ونأكد عليها أنهم يشوفون النشر اللي كنا حاطينه في قنوات التواصل الاجتماعي عشان يعرفون شو الأشياء اللي لازم تكون موجودة، ومن ضمنها وجود ولي الأمر الطفل مع الطفل في المركز، وهذا لي يعني يمشون بالإجراءات المطلوبة وتوقيع المستندات المطلوبة. وني عن رسالتنا الصباحية لليوم وهي تقول: اجعل شرب كوب من الماء في الصباح عادة يومية، شرب الماء الكافي يقي جسمك من أعراض الجفاف، من مثل الصداع اللي تكلمنا عنه من شوي والإعياء. طبعا هو مو بالصداع النصفي، لكن هناك بعض الأحيان الأعراض الخاصة بالجفاف الجسم ومن ضمنها الصداع. ونتمنى لكم أسبوع صحي. شكرا لك يا أسماء ونهارك سعيد. عندنا رسالة: السلام عليكم دكتورة، أي دواء تاخذين الصداع النصفي؟ طبعا رد أقول لازم نحصل على تشخيص صحيح للصداع اللي احنا عندنا، هل الصداع النصفي عادي أم صداع يحتاج إلى أدوية يعني متخصصة أكثر حسب صداع النصفي. ناخذ أدوية الألم العادية اللي توصف العيادات، لكن بما نتكلم عن الصداع النصفي فيجب أن نحرص لما يعني الشخص اللي يجي صداع نصفي، خصوصا صداع نصفي يكون متكرر، يعني ما يجي بس مرة في العمر، تلاقوه متكرر. نصيحة دائما ننصحها: لازم ناخذ أدوية الألم اللي يوصفها لنا الطبيب أول ما نحس ببوادر الصداع النصفي. في وايد من الناس للأسف تتريل لما يوصل صداع النصفي إلى قمة الألم عشان يأخذون الدواء، يقول لك أنا ما باخذ دواء من البداية، وهذا شيء خاطئ. يجب أن لنا الصداع النصفي ما راح يخف، يعني إذا حسيته ببدايته، والناس اللي عندهم صداع نصفي بشكل متكرر يعرفون أنه يحسون ببداية الصداع، اخذوا الدواء على طول. أول ما تحسوا ببوادر الصداع النصفي اخذوا حبة الدواء وشربوا وراء ماي، وبعدين احرصوا على شرب الماي بشكل مستمر. ليش؟ لأن قد يكون الصداع النصفي اللي احنا عندنا سببه
قلة شرب الماء. كيف يؤثر قلة شرب الماء ويسبب لنا صداع النصفي؟ لأن قلة شرب الماء تسبب زيادة في لزوجة الدم، فالدم يمر ببطء خلال الدماغ، فهذا بطء الدم وزيادة لزوجته تخلي خلايا الدماغ صعب إنها تمتص الأكسجين والمواد الغذائية من الدم، فلازم يكون الدم أقل كثافة عشان خلايا المخ تقدر تاخذ من الأكسجين والمواد الغذائية. فطبعا المصطلح العام البسيط، تفسير مو بالتفسير الطبي، التفسير البسيط للمعلومات الطبية. فعشان شي دائما نقول احرصوا على شرب كمية كافية من الماء، وراح تلاحظون نوبة الصداع النصفي شوية تخف عنكم مع أخذ الدواء في البداية وشرب كمية كافية من المياه. راح نروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة التغذية، بنتكلم عن أمراض التغذية وعلاقتها بأمراض الغدة الدرقية، فبقوا تتبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا الغدة الدرقية واحدة من الغدد، ما نقول أكثر أهمية ولكنها بالغة الأهمية بجسمنا، وهي واحدة من الغدد التي تتسبب في مشاكل وأمراض صحية للعديد من الناس، ويتردد كلام كثير وأحاديث عن علاقة التغذية بمشاكل الغدة الدرقية. حتى نفهم هذه العلاقة وما يجب أن نراعيه في نمطنا الغذائي، سعدنا تكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. صباحك ورد أستاذة سهى. صباح النور والسرور، يسعد صباحك. هلا حبيبتي صباحك. طبعا الغدة الدرقية هي من الأمراض المنتشرة تقريبا عندنا في دولة الإمارات، الناس اللي يعانون، كثير من الناس تعاني من كسل في الغدة أو نشاط في الغدة، لكن نبغى نعرف شو علاقة الغدة الدرقية بالتغذية. زي ما تفضلتي دكتورتي الفاضلة، زي ما حكينا الغدة الدرقية مسؤولة عن إفراز بعض الهرمونات، وارتباط هذه الهرمونات دائما بيكون مع عنصر اليود. اليود يتم أخذه من الطعام. لما بتنفرز هذه الهرمونات مهمة جدا للحفاظ على أداء التمثيل الغذائي في الجسم بمعدل طبيعي. يعني كل ما كان إفراز هذه الهرمونات بالشكل الطبيعي بيكون عمليات التمثيل الغذائي، احتراق المواد الغذائية اللي احنا بنتناولها، طريقة تخزينها، الاستفادة منها بيكون منتظم. إذا حدث أي خلل في هرمونات الغدة الدرقية سواء بالزيادة أو بالنقصان، مباشرة راح ينعكس على التمثيل الغذائي للأطعمة اللي أنا بتناولها. لهذا السبب ترتبط الغدة الدرقية ارتباط وثيق وكبير في احتراق المواد الغذائية وفي عمليات التمثيل الغذائي. ممتاز. الغدة الدرقية هل لها علاقة مباشرة بالسمنة والنحافة؟ طبعا هلا احنا بما انه حكينا انها لها علاقة بعمليات التوازن في التمثيل الغذائي، في عمليات التمثيل الغذائي، اذا هي لها علاقة كمان في التحكم في حرق السعرات الحرارية. تمثيل غذائي يعني احتراق السعرات الحرارية. فإذا كان عندي الغدة فيها فرط في النشاط، بيسموه اضطرابات في الغدة، يعني الهرمونات عم تنفرز بشكل كبير، هذا بيؤدي إلى أنه الجسم يحرق الطاقة بشكل أسرع، وبالتالي حدوث فقدان في الوزن عند أغلب الناس اللي بيعانوا من فرط نشاط الغدة، ومع هذا بيكون منفوض بفترة زمنية قصيرة، بيصير الشخص يفقد الوزن عنده بشكل ملحوظ وسريع. فهون لازم مباشرة الشخص يراجع الطبيب. على الجهة المعاكسة، قلة إفراز اللي يسموه كسل الغدة، يعني قلة إفراز الهرمونات المطلوبة عندنا في عمليات الاحتراق والتمثيل الغذائي من الغدة الدرقية، تؤدي إلى بطء في حرق السعرات الحرارية، بطء في عمليات التمثيل الغذائي، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن عند هاي الأشخاص. ممكن الناس ما تكون تعرف إيش وزنها عم بيزيد بدون أي ما يكون عندهم أسباب واضحة، عشان هيك لازم أحد الأسباب والأمور الضروري الانتباه إلها إنه الشخص يروح يفحص هرمون الغدة الدرقية، يشوف هل هو له سبب في سواء هبوط الوزن بشكل سريع أو في تراكم ودهون في الجسم وزيادة الوزن على فترات.
ممتاز. أستاذ سهى، الناس اللي تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية سواء كان كسل أو فرط نشاط للغدة، هل هناك أطعمة معينة ممنوعة عليهم أو هل هناك أطعمة أنتوا تشجعون أن المريض يأخذها عشان تحسن من أداء الغدة الدرقية؟ طبعا هلا في اغذيه اكيد حتاثر، يعني لو ما حكينا هي ما بتمنع نهائيا حدوث المرض، لكن بتقلل من المضاعفات لما الانسان يتناولها او الانسان يتجنبها. كثير عندي مهم جدا الانسان يكون عنده فيتامين د في الغذاء، يحرص على تناول فيتامين د سواء من المصادر الطبيعيه او على شكل مكملات حسب وصفه الطبيب، لانه نقص فيتامين د يؤدي الى نقص افراز هرمون التي سي اتش اللي هو هرمون الغده الدرقيه، وبالتالي لما يصير عندي هذا النقص يؤدي الى عندي يصير في يعني يؤدي الى خمول او قصور في الغده الدرقيه، وبالتالي اعطيني المضاعفات والاثار السلبيه لنقص هذا الهرمون من سواء ضعف العضلات، الخمول، الكسل، النعاس، سقوط الشعر، زياده الوزن. فمن الاغذيه المهم جدا الانسان يكون حريص عليها اللي بلشت عنده الاعراض او اللي شخص الطبيب في انه عنده قصور يتناول فيتامين د لمنع زياده هاي المضاعفات. عندنا عنصر الزنك ضروري جدا ايضا لانه نقصه بيزيد من قصور الغده الدرقيه. عندنا السيلينيوم، عنصر السيلينيوم جدا جدا مهم، هو من المضادات الاكسده وموجود في العدس، في البيض، في الحبوب الكامله، في الطماطم، في الفطر. هاي الاغذيه كلها تحتوي على عنصر السيلينيوم اللي هو جدا مهم لانه بيزيد من مفعول اليود اللي بياثر على هرمونات الغده الدرقيه. بالمقابل الاشخاص اللي الناس عفوا اللي شخصوا في انه عندهم قصور في الغده الدرقيه او لازم يحرصوا على ما بس عدم تجنب لكن عدم الافراط في بعض الاطعمه مثل اللفت الملفوف، عدم الافراط فيها. واذا الشخص بيتناولها يكون في وقت كافي ما بين الدواء المعالج هذه للغده وما بين تناول بعض هذه المواد الغذائيه، وما يكون تناولها بكميات كبيره لانها ممكن تطفئ من الاستفاده من هذا الهرمون اللي هو حبه الدواء اللي بياخذها الشخص لعلاج قصور الغده الدرقيه. نفس الشيء دكتور الصادره بالنسبه للناس اللي عندها الافراط او الناس اللي فرط نشاط الغده الدرقيه، يعني هذول بنحفزهم دائما على النقيض من المجموعه الاولى يتناولوا لانه بيعانوا من الامساك، لازم يتناولوا الحبوب الكامله، الشوفان، الكينوا، الاسماك الدهنيه، السلمون، كل هذه الامور بتساعد ومهمه جدا في هاي الحالات. ممتاز. يتجنبوا ويبتعدوا عن الاغذيه الغنيه بالدهون، الكافيين، هاي الامور كلها ايضا والاغذيه بتقلل من الآثار السلبية للإصابة بالمرض وبتحاول تبعدنا عن السمنة أو تعطي الشخص الغذاء الكامل اللي يعكس على سلوكه اليومي، على نشاطه البدني، على عضلاته، على أسلوب حياته بالجوانب الأخرى. ممتاز. أستاذة سهى، الناس اللي تأخذ أدوية الغدة نفسها، هل هناك أغذية تتعارض مع أدوية الغدة ولازم يخلون بينها وبين أدوية الغدة وقت قبل يعني ما يأخذونهم مع بعض؟ بالضبط، لازم المفروض في مثلا زي ما حكينا الأطعمة اللي زي الملفوف، البروكلي، الصويا، حتى المنبهات زي القهوة، الشاي، هذه كلياتها بتأثر على امتصاص الجسم لهرمون الغدة الدرقية. عشان هيك أغلب الدواء الغدة معروف أنه يتناول مثلا في الصباح عشان تأخذ الإنسان الفائدة منه قبل الأكل بساعة تقريبا، وإذا كان طعام بيحتوي على هاي المواد خليها تكون مثلا فترة ما بعد الظهيرة، يعني بعد ما أتناول وجبة إفطار عادية. الأفضل كل ما كان أبعد عن وقت تناول حبة الهرمون يكون هاي الأغذية أبعد، زي ما حكينا الصويا، القهوة، المواد اللي فيها الجلوتين. يعني بعض الأشخاص في بعض الدراسات، مش كل لا تعمم، لكن بعض الدراسات أثبتت إنه في جلوتين، الجلوتين الموجود في الخبز ممكن يأثر على بعض الأشخاص ويزيد من كسل الغدة الدرقية. لما يتجنبوه أو يخففوا من الجلوتين الموجود في النشويات، في الخبز تحديدا، في القمح، بيحسن من هرمون الغدة الدرقية ومن نشاط الغدة الدرقية. ممتاز. في رسالة أخيرة حابة توجهينها الدكتورة أستاذة سهى لمرضى الغدة الدرقية، وهل تنصحينهم لما يشخصون ب
كسل أو فرط نشاط، إنهم أيضا يشوفون أخصائي التغذية عشان يعني يكون نظام الغذائي ماشي مع الخطة العلاجية للطبيب؟ ضروري جدا جدا جدا. أخصائي التغذية والطبيب هو فريق كامل. الشخص اللي بلاحظ عنده أي أعراض، أي مثلا كسل، خمول، تساقط في الشعر، لازم لما يراجع طبيب الأسرة أو الطبيب المختص، طبيب الأسرة مباشرة إذا شاف عنده خلل هو حيحول على طبيب الغدد الصماء. طبيب الغدد في عندنا في هيئة الصحة تلقائي بحوله لأخصائي التغذية. لازم الأشخاص يكون حريص الواحد على تناول احتياجاته الكافية من الغذاء، من اليود. اليود هو اللي زي ما حكينا أكثر عنصر مرتبط باضطرابات الغدة، يعني احتياجات الشخص تقريبا 200 ملي جرام في اليوم، لكن هل هذا الشخص عم بيتناولها فعليا هاي الاحتياجات من غذائه اللي هي موجودة زي ما حكينا المصادر الغنية في اليود، والإنسان يحرص عليها حتى قبل ما تظهر عنده أي أعراض. أو خلينا نحكي كغذاء صحي موجود في المحار، موجود في الأسماك، في المكسرات، هاي كلها الأشياء موجود فيها اليود. فأنا إذا أنا أخذت هذا الغذاء بشكل كامل بشكل متوازن، حصلت على كافة عناصر الغذائية من غذائي المتوازن، أنا بجنب حالي من العديد من الأمراض. ظهرت عندي أي أعراض ضروري جدا أراجع الطبيب، الطبيب يحولنا على أخصائي التغذية، اللي ممكن الطبيب مع أخصائي التغذية يتعاون سوا يشوفوا ويجنبوا الشخص حدوث مضاعفات أخرى، لأنه ممكن يأثر عندي على العظام زي ما حكينا، اضطرابات الغدة بتأثر على العضلات، بتأثر على النوم لهذا الشخص، أو ممكن تأثر على تعمل اضطرابات في تراكم الدهون بالجسم أو مضاعفات أخرى. فالطبيب هو أدرى شخص إنه يشخص لهالحدث أي مضاعفات من اضطرابات الغدة، أخصائي التغذية بيعطيك الغذاء الصحي والمناسب، سواء كنت عندك الغدة لوحدها أو صار عندك أي مضاعفات أخرى، لحتى تتجنب المضاعفات اللي حكينا. وخاصة أكثر شيء شائع مع الناس اللي بتعاني من اضطرابات الغدة هو الوزن الزائد. فأنا لما أحافظ على وزني مع أخصائي التغذية وأتبع التعليمات الصحيحة وأعمل النشاط البدني، إذا أنا حميت حالي من المضاعفات والآثار السلبية اللي ممكن تترتب عندي على مشاكل الغدة الدرقية. ممتاز، أنا شاكر لك أستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية بيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بعنوان التغذية وأمراض الغدة الدرقية. شكرا شكرا لك وأنهارك سعيد. أنهاركم أسعد. شكرا. مثل ما قالت أستاذة سهى إن مهم جدا إن المريض المشخص بأمراض الغدة سواء كان نشاط الغدة، فرط نشاط الغدة أو كسل، أنه أيضا يشوف أخصائي التغذية، لأن الغذاء له دور أساسي في خلينا نقول مخرجات أي علاج، التحكم المرض، تقليل مخرجاته أو مضاعفاته. وأنا أشجع صراحة الجميع، أنا دائما أقول في هالزمن الواحد لازم يكون له دكتور ومحامي وأخصائي تغذية، ثلاث أشياء، لأن صار عندنا علم أكثر بأهمية الغذاء وكيف يأثر في الأمراض. وايد منا نشوف نسمع عن قصص عن ناس عندهم أمراض مزمنة، أمراض سمحة سرطانات أو غيرها، اعتمدوا طبعا على العلاج اللي يوصف لهم الطبيب، لكن مع نظام غذائي محدد يساعد على جسمهم أنهم يقاوم هذه الأمراض. ما ننكر أن دور الغذاء كبير جدا في صحتنا، فاحنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المعدة بيت الداء، فكل شيء احنا نتناوله يؤثر في اجسامنا ايجابيا او سلبيا. فعشان شيء لازم نحن ايا كانت الامراض اللي احنا نعاني منها حتى بدون امراض، يجب ان يكون عندنا متابعه مستمره مع اخصائي التغذيه لتحسين نمط حياتنا، لوضع جدول للنظام الغذائي، عشان مو بس ما يزيد وزننا لكن لا نحرم نفسنا من بعض العناصر الغذائيه، لان سمعنا انه ممكن يزيد الوزن، مثلا نلغي الكربوهيدرات او نلغي الدهون او نكثر من البروتينات في الاكل اللي ممكن ياثر على العمل الكلى. فدائما دائما نستشير اخصائي التغذيه. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، بتكون عندنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، بتكلمنا عن الصحة العامة ودورها خلال جائحة الكوفيد. فأول تتابعوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بما أننا نتكلم قبل فاصل عن أسباب عدم مبررة مثل ما نقول لزيادة أو نقصان وزن، في دراسة شفتها اليوم بصراحة يعني لفت انتباهي، اللي هي تقول طبيب يكشف طريقة سحرية بسيطة للتخلص من الدهون. تعالوا أنا وياكم نشوف شو الطريقة السحرية هاي. كشف الدكتور المصري حسام وافي رائد الطب الباطني عن خطوات بسيطة في حال اتباعها ستساعد الإنسان على التخلص من كميات هائلة من الدهون طبعا، وأبدا أو شيء كمية الطعام. وأوضح أن سبب المعاناة من السمنة طبعا تكمن في كمية الطعام التي يتناولها الناس، مشددا على ضرورة تقنين هذه الكميات عن طريق طبعا تحديد السعرات الحرارية. ورد نقول السعرات الحرارية مو كمية الأكل. في وايد من الناس تفكر أنا أكلت كمية كبيرة من طبق من مثلا من من الخضروات هذا معناه وزني راح ينزل لأن الخضروات صحية، لكن كمية السعرات الحرارية للأشياء اللي احنا نضيفها على السلطة هاي مثل زيت الزيتون، نضيف عليها جبن، في ناس حط عليها فواكه مجففة، في ناس حط فيها ذرة، في ناس حط فيها بطاط، تتحول السلطة إلى وجبة أكثر من وجبة الغداء الأساسية. فيجب أن نعرف كمية السعرات الحرارية اللي موجودة في الطبق اللي نتناوله. وربط البروفيسور نفسه بين طبيعة العمل الذي يعمل فيه الشخص وعدد ساعات هذا العمل وبين السعرات الحرارية التي يجب أن يأخذها. قال إن الشغل تطلع فيه الطاقة، نحرق فيه سعرات حرارية، فيجب أن يكون تناولنا للطعام موازي لطبيعة العمل اللي إحنا نسويه. يعني مثلاً لو أنا عملي مكتبي قاعد على المكتب 8 ساعات، يجب أن تكون عدد السعرات الحرارية اللي أنا أتناولها أقل من الشخص اللي عمله في حركة. مثلاً شخص واقف طول اليوم يدور على مبنى مثلاً، الشغلة في مثل مهندس يروح مواقع يركب بنايات سلالم وغيرها، فهناك حرق للطاقة أكثر. فهذه ملاحظة جدا مهمة يجب أن نحطها في عين الاعتبار عندما نريد مثلا أن ننقص موازننا أو نحدد عدد السعرات الحرارية نتناولها، اللي هو موازنة بين عدد العمل، نوع العمل، عدد ساعات العمل والسعرات الحرارية. فهذه الدراسة صراحة يعني جميلة. موضوع العمل موضوع جدا مهم، لأن طبعا إحنا نقعد يعني خلينا نقول ثلث اليوم إحنا نقعد في مكاتبنا أو في أعمالنا، وطبعا خلال هذه 8 ساعات أكيد إحنا ناكل فيها أتوقع وجبتين غير السناكس الخفيف اللي ناكلها خلال اليوم. فيجب أن يكون هناك مساواة بين طبيعة عملي وبين الوجبات اللي أكلها في الدوام وحتى الوجبات الخفيفة اللي ناكلها في الدوام. واحدة من الوجبات الخفيفة اللي أنا دائما أحبها في الدوام اللي هو الفراخ أو البوب كورن. دائما وأبدا نقول إن الفراخ أو البوب كورن وجبة صحية جدا. أول شيء قليلة السعرات الحرارية، هذا رقم واحد. رقم اثنين غنية جدا بالألياف، اللي يقول إن الفراخ أو البوب كورن يسوي امساك هالمعلومة غير صحيحة، بالعكس هو غني بالألياف الغذائية. رقم ثلاثة يعطي إحساس بالرضا والشبع. ليش؟ لأن صوت القرمشة مالت البوب كورن. ترى في وايد دراسات يا جماعة طلعت الناس اللي يتناولون كمية أكثر من الطعام، أحد الأسباب أن الطعام اللي يأكلونه ما في صوت، ما يقرمش مثل ما نقول إحنا، لأن التذوق عندنا أو الطعام ترى هو عبارة عن مجموعة من الحواس مع بعض. إحنا نشوف الطعام بعيوننا، نمسكه بأيادينا حاسة اللمس، نتذوقه بلساننا، نشم ريحة الأكل بأنفنا، وأيضا صوت القرمشة نفسه. في وايد دراسات طلعت شافت أن الناس اللي تتناول أطعمة فيها صوت قرمشة شوي عالي يسوي زيادة في معدل الرضا عن الطعام، بالتالي هؤلاء الناس يأكلون كمية أقل من الأكل لأن يحسون برضا والشبع أسرع، عكس الناس اللي تأكل أشياء يعني ما فيها صوت قرمشة قوية. عشان شي مثل ما قلت أنا، واحد من أفضل السناكس أو الوجبات الخفيفة اللي ممكن تروح للمكتب وتتحمل في الجو وتقعد من غير ثلاجة هي البوب كورن أو الفراخ، لكن طبعا لازم ما يكون عليه زبد، ما يكون عليه كراميل. في طريقة وايد حلوة للبوب كورن عشان نغير منه، ناخذ مملح ممكن نحط عليه شوية فلفل أحمر حار قليلا، يعطي طعم الشطة اللذيذ. فننوع فيه، لكن
نحرص ان احنا ما نزيد عليه زبدة وكراميل والاشياء اللي ممكن تزيد السعرات الحرارية. وفي ناس تحط عليه الله هداها شوكلت بعد، تحط عليه شوكلت حبوب الشوكلت الملونة هذه تحط على البوب كورن يقول شي طعمه احلى، عقب يقول ما ينزل وزننا، لا خذ البوب كورن خالي. فالحين رح ننتقل الى موضوع حلقة اليوم عن الصحة العامة مع الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي. صباح الشور دكتورة هند. صباح النور والسرور دكتورة، شخبارك؟ الحمد لله، حياك الله في صحة وسعادة. حياك دكتور هند. طبعا جائحة كوفيد-19 لفتت أنظار العالم إلى أهمية حماية الصحة العامة، بس نبغى نفسر المستمعين ماذا ما يعني مصطلح حماية الصحة العامة بالنسبة لكم؟ طبعا جائحة كوفيد-19 سلطت الأضواء على أهمية الصحة العامة. فلما إحنا نتكلم دكتورة عن الصحة العامة إحنا نقول إن إحنا نتحدث عن جميع المواضيع اللي تهم المجتمع بخصوص الصحة، سواء كانت عن الأمراض السارية والأمراض الغير سارية، عن التطعيمات، عن تثقيف هذا المجتمع أيضا بأهمية اهتمامهم بصحتهم وأنماط الحياة الصحية. وبعد دكتورة إحنا نركز على صحة أطفالنا في المدارس. فالصحة العامة إحنا لما نقول صحة عامة إحنا نتحدث عن كل الأمور اللي تصير أثناء يعني قبل ما الشخص يمرض ويضطر يروح للمستشفى. فإحنا نحاول أن نكون الخط الدفاع الأول لوقايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض السارية والغير سارية. ممتاز. في فترة جائحة الكوفيد لو نتكلم بشكل مختصر عن دور الصحة العامة في حماية الصحة العامة. طبعا كان لنا دورين رئيسيين في جائحة كوفيد-19. اول شيء احنا كنا نركز على متابعة الامراض السارية الجائحة من حالات وغيرها، وايضا الشق الثاني كنا مسؤولين عن توعية وتثقيف المجتمع عن ما هي هاي الجائحة، شو سبل الوقاية من هاي الجائحة، شو الامور اللي احنا لازم نسويها عشان نحمي نفسنا والمجتمع والدولة بشكل عام عن هاي الجائحة. فكان لنا دورين رئيسيين جدا في الجائحة. وبعدين لما دخلنا في المرحلة التطعيمات أيضا كان لنا دور في توعية المجتمع عن أهمية هذه التطعيمات في وقايتنا من هذا المرض. ممتاز. نتكلم عن دور إدارة الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي من ناحية التثقيفية والتوعوية. طبعا دكتورة احنا يكون عندنا اهتمام بجميع المواضيع الصحية اللي تهم المجتمع، مش فقط السارية والغير سارية، كل الأيام العالمية احنا نحاول نسلط الضوء عليها ونحدث المجتمع عن شو هو هذا المرض، كيف تحمي نفسك، كيف تقي نفسك من هاي الأمراض. وبعد جدا مهم عندنا دكتورة ان نعلمهم عن أهمية الكشف المبكر ايضا عن بعض الأمراض، لأن مثل ما قلت لك احنا نحاول ان نمنع او نبطئ من وصول الشخص للعيادات او للمستشفيات. لان انا دائما اقول اذا وصل للعيادة او المستشفى احنا هني خلاص وصلنا لمرحلة المرض. فاحنا دائما نحاول ناخر او نمنع وصولهم لحالة المرض هذه عن طريق اتباعهم لأنماط حياة صحية، يكون عندهم معرفة وعلم بالأمراض هذه. اللي احنا قاعدين نسويه ان نمكن المجتمع، وأحس يا الوقت ان الشخص ياخذ الأمور في إيده وياخذ دور حماية نفسه من بعض الأمراض. الاعتماد في السابق كان على الطبيب والطبيب شو قال، احنا الحين اللي قاعدين نحاول نسويه ان نشاركهم ونخليهم يشاركونا في حماية أنفسهم من هاي الأمراض. ممتاز. شو خطتكم التوعوية لهذا العام؟ نتعرف على بعض ملامح الخطة التوعوية لإدارة الصحة العامة في عام 2022. احنا هاي السنة بنمكس شوي دكتورة، ما زلنا بنتكلم عن الجائحة وكيف نحمي نفسنا من هاي الجائحة، لأن ما زلنا نكافح الجائحة. بيكون بعد عندنا خطط توعوية بخصوص تطعيمات كوفيد-19، ولكن أيضا بنركز وبنعطي شوية الجانب الأكبر للعودة للحياة، وبنتكلم عن
الأيام العالمية، وإحنا لنا جدول شهري طول أيام السنة نتحدث فيه كل شهر مخصصين لمرض معين أو فئة معينة. فإحنا هاي السنة ارتئينا أن ندمج حملاتنا في حملات جدا رئيسية، شهر 3 و4 بنخصصها للحديث عن صحة المرأة وكل المواضيع اللي تهم المرأة، سواء كانت المرأة الغير متزوجة أو المتزوجة أو حتى المرأة الحامل والأم. فهالشهرين بنركز فيه على المرأة، وبعدين إن شاء الله بندخل في فصل الصيف نتحدث عن جميع الأشياء اللي تخص الصيف دكتورة، الناس اللي تبي تسافر، الناس اللي تبي مثلا تروح البحر في الصيف، ضربات الشمس كيف نقي نفسنا منها، كيف نحافظ على صحتنا أثناء فصل الصيف. وبعدين طبعا الكل عارف أنه بندخل في مرحلة مهمة اللي هي العودة للمدارس، إحنا أيضا في شهر أواخر شهر أغسطس وشهر سبتمبر بنركز فيه عن العودة للمدارس، وبنتحدث عن فئة جدا مهمة هي فئة الأطفال والشباب، عن جميع الأمور اللي تخص صحتهم، ونختم فعالياتنا بصحة الرجل، وبنتحدث عن جميع المواضيع اللي تهم صحة الرجل. فدكتورة يعني باختصار هذه بتكون أهم الحملات اللي احنا بنركز فيها في 2022. ممتاز، أنا شاكرة لك دكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص إدارة الصحة العامة ودورها خلال جائحة كوفيد-19. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا دكتورة، يعطيكم العافية ودمتم بصحة وسعادة. مع السلامة. بصحة وسعادة، شكرا. طبعا مثل ما ذكرت دكتورة هند العوضي فإن إدارة الصحة العامة وقسم التعزيز أو التثقيف الصحي يلعب دور كبير، سواء كان في فترة الجائحة كثير منا شاف كثير وايد من الفيديوهات التوعوية اللي انتشرت من هيئة الصحة بدبي بخصوص كيفية حماية نفسك من الجائحة، تعقيم اليدين، كيف توقف نقل العدوى وغيرها. كان لدور لإدارة الصحة العامة دور كبير في نشر مثل أو تحضير مثل هذه الفيديوهات التوعوية، لأن دورهم كبير في نشر التوعية في المجتمع بشكل عام. طبعا أنا حابة بما أن بعد في دقائق باقي عن نهاية البرنامج أن أذكر بخدمتين مهمات موجودات في هيئة الصحة بدبي. أول خدمة طبعا هي خدمة التبرع بالدم اللي موجودة في مركز دبي للتبرع بالدم، وحب أذكر الجميع بضرورة التبرع بالدم. التبرع بالدم عبارة عن مهمة إنسانية نقوم بها لإنقاذ الغير، وأكد الجميع أن هناك التزام بأعلى معايير منع انتقال العدوى داخل مركز دبي للتبرع بالدم. عشان شيء أشجع الكل، إذا لم تكن لك تجربة سابقة في التبرع بالدم فتجربة جدا 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 بسيطة، كل اللي عليك تنزل تطبيق هيئة الصحة، تسجل في دمي، تدخل بياناتك، تتوجه إلى مركز دبي للتبرع بالدم بإبراز بطاقة الهوية الإماراتية. الإجراء كله، رحلة المتعامل كله يمكن ما تأخذ يعني 20 دقيقة، تكون أنت تقريبا مخلص. جدا سلس، جدا مرن، المركز مكانه جدا ممتاز. وارد أكد أنه لا بديل للدم البشري، لما نتبرع احنا بدمنا فنحن ننقذ حياة مو شخص واحد، ترى اتوقع كان يقول الشخص الواحد ممكن ينقذ حياة 3 أشخاص، اتوقع اذا ما كنت غلطانة، لان الدم المسحوب يتم توزيعه الى جزء منه يكون فقط بلازما، جزء منه يكون فقط خلايا، وجزء يكون للدم كاملا. فانا اشجعكم صراحة على التبرع بالدم. بعد ما تخلصوا تبرع بالدم تحسون بتعب بسيط أول يوم، بعدين ثاني يوم بالعكس تحسون بنشاط كبير. أنا تبرع بالدم كذا مرة من قبل، فعلا ثاني يوم تحسون إنكم خفاف، إنكم نشيطين أكثر، يقل عندكم الخمول، تحسون بتجدد ونشاط. فأنا أنصحكم كلكم إنكم تتبرعون بالدم، وهذه فرصة ناخذ عيالنا يا جماعة. ليش؟ لأن نحن ننشئ جيل واعي خلنا نقول المسؤولية المجتمعية للجيل تجاه المجتمع. جزء من المسؤولية المجتمعية التبرع بالدم أو عمل الخير من غير ما نتريى المردود، لأن لما أتبرع أنا بالدم ما في مردود، ما حد بيعطيني بيزات، ما حد بيشكرني. يعني حتى المتبرع المتبرع له اللي بيوصل الدم ما بيعرف منه اللي تبرع له بالدم،
فهذا حب العطاء، نمي في عيالنا حب العطاء. خذوهم معاكم لمركز زبيدة تبرع بالدم، خذوا طفل واحد عشان تباعد ما يكون ما يسوي زحمة. خذوهم وراوهم ليش احنا نتبرع بالدم. يقول لي ترى انا اتبرع بالدم ما اعرف حق منه بيصير، بيصير حق مسلم ولا غير مسلم، ما اعرف جنسيته، ما اعرف شو لونه، ما اعرف ولا شيء عن الشخص اللي بيوصل له التبرع مالي، لكن احنا نسوي لفعل الخير لوجه الله للاجر وعشان نخدم فيه غيرنا اللي يحتاجون لهذا الدم. فهي تجربة تكون جدا 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 جميلة. دائما نحن يعني نربي او نزرع القيم في عيالنا بأن نمارس هذه القيم. ممكن نتكلم وايد ونقول لهم سووا في المدرسة يعلمونهم، لكن لما احنا كأهل يشوفون احنا نسير ونتعنى وناخذ باركينج وندش داخل ونسجل ونسوي ونتري يسحبون عنا الدم وكل هذا مو مقابل لا شيء، ما حب يعطينا ولا شيء، لكن الإحساس ب ترى جزء من عملية التبرع بالدم أو الإحساس اللي بعد التبرع بالدم إحساس الرضا مهم جدا، يفرز في الجسم مواد تجعلك بصحة أفضل، تخلي عقلك يعني أخر شيخوخة عقلك حتى، لأن المواد تفرز عند إحساس الإنسان بالسعادة والرضا. الرضا لينا لما نحس إن إحنا أعطينا الرضا يجي من العطاء، لما إحنا نعطي الناس إحساس الرضا هذا ترى جدا مهم لصحتنا النفسية والعقلية والجسدية. إذا جربتوا مرة دائما تتبرعوا بالدم. وثاني خدمة طبعا خدمة التطعيم، أشجع الكل خذوا الجرعة المدعمة للتطعيم مالكم، ادخلوا حساب هيئة الصحة بدبي في الإنستغرام بتشوفون كل التطعيمات محطوطة وما هي الجرعات المدعمة لهذاك التطعيم. خذوا الجرعة المدعمة يا جماعة، لا تتساهلوا وتقولون بس تطعيمين كافي، ما دام هيئة الصحة وما دام التوصيات العالمية كانت أن ناخذ الجرعات المدعمة خذوا الجرعات المدعمة للتطعيم. وحين هناك أيضا تطعيم لعيلة الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 11 سنة أيضا متوفر في مراكز هيئة الصحة بدبي. ما شاء الله كل شيء موجود، فقط كل اللي عليكم تحجزون موعد عن طريق التطبيق، عن طريق الواتساب، عن طريق مركز الاتصال، وتروحون تحصلون على الخدمة. نحن وصلنا إلى ختام برنامجكم برنامج صحة وسعادة لليوم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم. كان معاي اليوم في الإخراج وائل قواسمة، وكانت معاي في التنسيق ميرا الغفلي، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله كنا خفاف عليكم خلال الساعة الإذاعية، ورد أكد إذا عندكم أي موضوع حابين نطرحه عن طريق برنامج صحة وسعادة تواصلوا معنا عن طريق أرقام التواصل، طرشونا مسج على 4006 عشان يعني نستضيف الضيوف اللي يقدرون يجاوبون على أو يطرحون الموضوع اللي أنتم حابين نطرحه. فإن شاء الله إلى أن ألقاكم أنا إن شاء الله الأسبوع القادم، أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.